السلام عليكم حليمه. السلام. اش كديري؟ كنصايبو العشاء. اش غديري في هاد العشاء؟ الشكل بعدا لقيتك باديه باديه. كنقاد الدجاج. وا الدجاج اش غنقولو؟ نقولو ديال سيدي عثمان ولا نقولو ديال مراكش ولا اش غنقولو؟ قولي ها ديال الجبيل دابا. الجبيل دجاج عثماني. دجاج الجبيلات ديال الرحامنا. الجبل ديال الرحامنا. الحوز. قليل من الحوز. قليل من مراكش. اي والله يسر اختي ربي يخليك ويطول عمرك. هاد حليمه راه مرت عمي، هي الطيابه ديال العائله. شنو درتي هنايا؟ كندير زعفران العود، كندير زعفران ديال البكيه. حنا كنقولوا ليه الخرقوم معرق، ثم كتقولي زعفران العود. زعفران العود، زعفران ديال العود، والزعفران ديال القاغط. ما كاينش كنديروا ضروري ضروري من ديال الكاغط حيت هو اللي كيعطي اللون. وكنديروا سكينجبير وكندير هذه. انتما جدارات هي داوي الله يخليها لينا، قالت لك زعفران زغبق. وكندير سميتها البصله وكنكب المقادير ديال الماء تيغلى، وكندير الدجاج ملي كندير العطريه ديالو، ندير الربيع وكندير البصله وكندير الثومه وكندير سكينجبير وكندير زعفران عود وكندير شو تاع ورقه سيدنا موسى والسمن كدير. وكندير السمن. السمن تاع الهريسه. وكندير لا الهريسه حنا ما كنديروهاش، الهريسه الا بغينا نديروها كنحطوها في ديك الحامضه، كنحطوها فوق الدجاج تزينو بها، ولا كنحطوها في شي طبيسه اللي بغات ياكلها. وانت دابا شرملتي هنايا، دابا كديري ليها في البصله. كندير في البصله دابا في الطنجره، بغيت ندير فيها الماء شعل عليها الفورنو. حيت لقيت كان باديه. كتقبيه باش يشرب تغميها، كتقبيه كاس تاع الحامض. كديري داك الحامض عصري وديريه تخوي عليه باش يتنفخ كويس صغير. وتديري ورقه تاع سيدنا موسى، وكديري مرزيه، وكديري سكينجبير، وكديري العطريه كامله. قالت لكم مسكينه العطريه وعاودتها. اييه. ايوا شجعوها. كنديرو كنحطوه تنجمعو، هي كتكون عندنا العائله وتيجي عندنا شي حد، كنديرو مسبان ربعه الطيور، خمسه الطيور، ثلاثه. كله وجد ديالو. والناس مع الناس اللي تيجيو مع الجد. مع الجد. وكنديرو هكا وتنقد نحطو نديرو التغميره ديالو، كنديرو ليها نسرقو الكبده والقلب والكانصه، وكنقردوهم مع العنيقات، وكنديرو لهم التغميره وكنغمرهم بشويه تاع الزيتون وكنحطهم باقي. وديال العرس ثاني راه حساب. الله يعطيك الصحة يا اختي. صافي دابا ما كديريش الزيت، صافي تبدا تدخل فيها. لا الزيت كنحيد الدجاج طيب وتيحيد عاد تديري صافي الزيت. صافي ما كديريش بزاف. كتخلطي ولا كديري غير الزيت البلديه ولا الروميه؟ ولا معلقه تاع زيت العود. وكندير معلقه ديال زيت الروميه. وكندير السمن اللي فيه الريحه، ولا كان شي كنوره هكا ولا شي حاجه كنديرها. صافي. وبالنسبه للزعفران الزغبه ما رميش في الاول في الشاميله، كيغلى المرقه. ترمي فوق الدجاج يعطي واحد اللون في الدجاج. دابا تشوفوا كيبقى شاد في الدجاج ان شاء الله. واخا حنا غنتبعوا معاك المراحل كامله. الله يسر. دابا نكملوا على بركه الله. شنو درتي هنايا؟ ندير السمن دابا. حطيتي على صدرو في الاول. على الصدر ديالو ملي غلات المرقه. كتحطي الدجاج على الصدر باش يدخل داكشي للصدر ديال مزيان، ويدخل على سميتو الجدور تخرجو مزيان. دابا إذا درتي شويه تاع السمن باش ما تجيش المرقه مالحه مزيان، درت هي شويه تاع السمن عطي الريحه، وكندير شويه تاع الزعفران الزغبه دابا على المرقه على الطغمي عندك باش كيغير اللون ديال الدجاج، كيخليو الزعفران كيخلي فيه لون زوين. وكيحيد داك الصفر ديال سميتو هو الحام. ديما بالنسبة لسميتو كتكون المرقة فيها البلة. وكنسلقو هاد الكويدات هكايا، الكوانس والكوادي والعناق، كنسلقوهم حتى كيتسلقو عاد كتقطعيهم، وكنديرهم فوق الطبلة وكنقطعهم، وكنصفيهم نخليهم في شبكة تيصفاو. ملي نحيد
الدجاج يطيب كنزليو شويه على المرقه. لا كنرجعو نطيبو في دابا هاني تندير تنتقبلو كتير تنتقبلو في الصدى وكنتقبلو الطلوع ديالو في الفخار ديالو باش يدخل من المرقه باش يطيبو هادشي الفوق يطيب دابا غير بالصهد تقليه بحال هكا باش ميبقاش فيه الدم هادشي تيخرج منو الدم هانتيا يعني. و تنتقبو بحال هكا تنكادو و تنديو و الطنجرة مغطيهاش مزيان بالنسبة لي إلا غطيتي الطنجرة بحال هكا درتي لها الغطا كيشرق ديك الجلدة ديال الدجاج كتشرق ملي كتبغي تحمري كتبقاي مكتحكميش فيه تنطير ديك الجلدة متبقاش تحمر ليك ديك اللحمة فعلا دابا إلا مغطيتيش كتبقى الجلدة صاينة هانتيا تشوفي فيها هاهي كتبقى صاينة مكتغطيش ولكن كتبقاي باركة حدا حتى كيطيب منروغش عليه باش مطيح شي حاجة ولا المهم متنروغش عليه بحال هكا ونبقى نبغى ندير بالكتيب بحال هكا باش يخرج داك الدم ودخل المرقة صافي شويه وتزيدي الزيت وتخلي يكمل الطياب ديالو الدجاج حتى تحيدي الدجاج كاع تنحيد الدجاج نحطو حدايا في الطبسيل ديالو حتى تبقى هاد المرقه تنصفيها ملي كنصفيها كنرد المهم تنكملوا معاهم جميع المراحل في الاخر ان شاء الله يشوفوا النتيجه ان شاء الله على الحليمه دابا فين وصلتي قالت لنا دابا المريقه صفيتها ملي طيب الدجاج كيدوب صفيت المرقه هاد الجميل فجرة صغيرة درت العناق ودرت القانصة كيطيبو مزيان في الطغميرة في المرقة هانتيا هاديك المريقة لي طافات الدجاج هي كيطيبو مع الزيتون مقطع عاد ملي كنحس بيهم طابو مزيان وتشربو مزيان طغمي ديك الكبدة الكبدة هي اللخرا حيت الكبدة كتختر ودغيا كطيب كنطيبهم دابا هي الطغميرة هي لي حنا عندنا ما شاء الله باين داكشي كيشهي دابا حنا الطغميره هي هي ما شاء الله نعطيك صحتك الدجاج ها هو محمرو دابا الدجاج ها هو حيدتي قبيله من المرقه شويه الزبده كندير ليه بحال هكا كدهني بالزبده وغتدخليه للفران ولا غادي تسقليه حيت كل واش كيدير بغيت ندير الفران كنديرو بغيت ندير الطنجره فيها بنت المقلي قليت نقلي ها هو دابا تنقلي فيه ونقلي بالزيت كدهني بالزبده غير شويه الزبده هي المويان ماشي بزاف عاد كتقلي بالزيت الزيت كتكون سخونه الزيت سخونه مزيان باش ما يتقلياش وما تقديري فيه الخل ودابا الخل متوفر ما قليتيش دابا انا كنخوي الخل كنزيد نغطي الطاسه الدجاج كنخوي كتزيد كيطبخ مزيان داك الخل كيعطي الحموض وكيعاون الزيت في الحار باش كيتحمر الدجاج وجي يتحمر الدجاج كيجي محمر وكيجي زوين صافي هادي غتبقاي تفركي فيها بحال هكا تفركي تحمر هادي هكا نقولها التغميره التغميره ديال الدجاج ما كنديرو فيها حتى شي حاجه كنديرو هكا العنيق الكبده والبوينسه والزيت المقطع تبارك الله عليك صافي دابا التقديم النهائي كملتي لا والله يعطيك الصحه تبارك الله باين داكشي كيشهي يعطيك الصحة سمحوا لينا اللي شهينا ولا اللي كتوحل لا مرحبا بكم اللي بغى يجي عند مرت عمي مرحبا بي دير لي هادشي وكثر كلها والطريقة ديالو